أكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان هالة يوسف أن مشكلة الزيادة السكانية تنبع من الثقافة المجتمعية، مشيرة إلى ضرورة تغيير هذه الثقافة. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني. مشكلة الزيادة السكانية بالأساس هي مشكلة ثقافية. ثقافة المجتمع ناس بتسمح ب الإنجاب الأكثر، وفي عندنا دوافع للإنجاب، يعني منها إنجاب الذكور، منها أنه يكون في عزوة، أشياء كثيرة. الثقافات دي بتختلف أو بتتغير بالمستوى التعليمي طبعا، والمستوى الاقتصادي والمستوى الثقافي.